وهكذا أي مسألة ذات شأن في العقيدة والأحكام طالب الحق فيها لا يصل إلى مذهب السلف الصالح والحق إلا من طريق أئمة الدين العلماء الربانيين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأي مسألة ذات شأن في الاعتقاد في الأحكام من طلبها وتحرى الحق فيها لا بد أن يمر قبل أن يصل السلف الصالح معرفة ما هم عليه على جسر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لشدة اعتنائه بتحرير مذهب السلف الصالح وتنقيته ورد الشبهات التي أثيرت عليه أو خلطت به. وهكذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه جدد الله عز وجل به الدين، دين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، جدد الله به الدعوة النبوية في الجزيرة العربية وما حولها في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وما بعده. وهكذا تلامذة الشيخ رحمه الله وأحفاده إلى اليوم هم على هذه الجادة. هذه من نعم الله العظيم. المقصود أنه لا بد الإنسان أن يعنى بطلب العلم، معرفة الحق بدليله وأخذ العلم عن أهله والتعرف على السنة النبوية ومعرفة البدع وخطر البدع والنهي عنها والتحذير منها حتى يكون الإنسان على الصراط المستقيم وحتى يوصله الله عز وجل بالسلف الصالح ويجمعه بهم يكون من التابعين لهم بإحسان. فالطريق مسلوك والركب قد مضى، فلا يؤثر عليك قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. امض، فإنك ما دمت على الطريق وعلى الجادة يوصلك الله عز وجل بالسلف الصالح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. هذا هو المتعين وهذا هو الذي ينبغي في كل زمان ومكان.